أهلا وسهلا بك يا حوراء، صباحك خير وصباح الخير لكم مشاهدينا الأحبة. نرحب بكم من هذه المحطة التي تأتيكم للحديث مثل ما ذكرتي عن ورشة الرعاية المتكاملة للطفولة دون سن الخامسة. هذه الورشة التي تنظمها دائرة الرعاية الصحية الأولية لمحافظة الظاهرة لتعريف أيضا المشاركين والمعنيين بأهمية تقديم وطرق تقديم الرعاية المتكاملة الصحيحة للأطفال دون سن الخامسة، وبالتالي تجنب إصابتهم بأمراض معينة، وبالتالي خفض نسبة الوفيات في هذه الأعمار. وهذه أيضا سياسة تنتهجها سلطنة عمان خاصة في السنوات الماضية الأخيرة. وهناك أيضا كثير من التفاصيل حول أهمية أيضا نشر الوعي حول الطرق الصحيحة لتقديم الرعاية المتكاملة للطفولة دون سن الخامسة، وغيرها أيضا من التفاصيل والمحاور التي سوف تكون حاضرة مع ضيفي هنا الدكتور خالد بن حميد الكلباني رئيس مستشفى ينقل. أهلا وسهلا بك دكتور، تفضل. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا أختي جواهر، ورحب بالمتابعين الكرام إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إذا نبدأ بتعريف المشاهدين الكرام حول ماذا نقصد بالرعاية المتكاملة للطفولة. الرعاية المتكاملة للطفولة هي استراتيجية، أو مثل ما نقول هي نهج استراتيجي يغطي جميع المراحل نمو الطفل. هي استراتيجية متكاملة تبنتها أو طورتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسيف، تبنتها سلطنة عمان في بداية 2000، ومن على حسب الوضع الراهن في الوضع الصحي في السلطنة. من ذلك الوقت ما زال لحد الحين في عملية تطوير وتنظيم مستمر. جميل. دائرة الرعاية الصحية الأولية لمحافظة الظهرة مشكورة قامت بتنظيم هذه الورشة لتعريف أيضا المعنيين بأهمية هذه الأمور، يعني فنعرف أيضا المشاهد الكريم ما أهمية إقامة مثل هذه الورش التخصصية. طبعا هذه الورشة تقام سنويا، الهدف منها متابعة تطبيق التدابير المتكاملة لرعاية الطفولة، أيضا تعريف الطاقم الطبي أو الموفر للرعاية بالأسس الصحيحة للمتابعة، وأيضا نشر الوعي في المجتمع حول الأسباب خاصة في الأطفال ما دون سن الخامسة، نشر نوع من نشر الوعي حول الأشياء العلامات المرضية وكل ما يتعلق بها. إذن يعني هل هي الورشة مستهدفة فقط للمعنيين من يعني فيما يتعلق بالرعاية الصحية للأطفال، أم هي يعني عامة؟ الورشة مخصصة لمقدمي الرعاية الصحية الأولية، وبالخاصة الأطباء، التمريض، فنية التغذية، أيضا لدعم مجموعة دعم المجتمع. وطبعا الهدف من هذه الورشة إيصال الرسالة الصحيحة إلى الوالدين أو إلى المرافقين للأطفال ما دون سن الخامسة. جميل دكتور، إذن دعنا نقترب أكثر من تفاصيل الورشة اليوم التي أقيمت وأهم أيضا المحاور التي احتوت عليها. طبعا هذه الورشة تكلم بصفة عامة عن كيف نتعامل مع الأطفال ما دون سن الخامسة. طبعا أول ما يوصل الطفل إلى المؤسسة الصحية سيتم معاينته ومعرفة هل الطفل يملك أي من علامات الخطر العامة، مثلا على سبيل المثال وجود إسهال مستمر، أو وجود الطفل غير قابل، على سبيل المثال الطفل ما يقدر يأخذ أي شيء عن طريق الفم، هل هناك أي تشنجات. علامات الخطر العامة، معاينة هذه الأماكن إذا كان فيها نوع من عوامل الخطر موجودة في هذه الحالة يحول إلى المعاينة السريعة. في حال إذا ثم أخذ القياسات الجسمانية للطفل، طبعا هذا المحور الأول في الورشة، ثم بعد ذلك طبعا بندخل نتكلم عن الأمراض تحديدا المنتشرة في هذا السن اللي هم أقل عن 5 سنوات، وكيف آلية التعامل معها والمشورة الصحيحة اللي تعطى للوالدين أو كيف يتعاملوا مع هذه الأمراض. جميل، نحن نأتي بذكر هذه المحاور بالتفصيل إن شاء الله تباعا. حدثنا طيب عن مكونات أيضا الرعاية الصحية وكيف يتم أيضا فرز الحالات. طبعا فرز الحالات يتم في البداية عندما يصل الطفل إلى المركز الصحي، يتم معاينته في غرفة المعاينة ومعرفة هل يوجد علامات خطر عامة أو لا. إذا توجد علامات خطر عامة مثل ما تكلمت سابقا يرسل إلى المعاينة السريعة، ثم يتم أخذ القياسات الجسمانية للطفل، تحصينات هل هو التحصينات ماله مكتملة أو لا، ثم بعد ذلك يوجه الطفل إلى الطبيب. فهذه المكونات العامة بشكل عام، كل شخص يقدم الخدمة للطفل يعتبر جزء من مكونات هذه الاستراتيجية. نعم جميل دكتور، أنت ذكرت أن هناك بعض الأمراض المنتشرة، هل يمكنك أيضا تعطينا أمثلة خاصة في السنوات الأخيرة؟ طبعا
طبعا في السنوات الخمس الأولى في عندنا عدة أمراض منتشرة، وخاصة هذا أغلبية الأطفال المترددين للمؤسسات الصحية يعانوا من هذه الأمراض، من بينها أمراض الجهاز التنفسي مثل الكحة والآلام الحلق. عندنا نفس الحال أمراض الإسهال، الحمى بشتى أنواعها، فهذه أغلبية بالإضافة على آلام الأذن. هذه أغلبية الأمراض المنتشرة في هذا السن والتي يتوجب أخذ العلاج اللازم لها. طيب أنت كيف تقرأ يعني من خلال أيضا تعاملك مع هذه الحالات التي تصل إلى يعني المستشفيات والمراكز الصحية، كيف تقرأ الوعي لدى المجتمع هنا في محافظة الظاهرة وبالإضافة إلى دوركم لزيادته؟ طبعا الوعي والله الحمد في الآونة الأخيرة لاحظنا نوع من ارتفاع الوعي عند المجتمع بشكل عام، نوع من المعرفة. بهذا طبعا يرجع إلى جهود المديرية العامة للخدمات الصحية من خلال إقامة عدة فعاليات، من خلال التوعية المستمرة في شتى المناسبات، أيضا تقديم المشورة للطفل أو للمرافق الطفل عندما يأتي لزيارة المركز الصحي لأي سبب من الأسباب، سواء الطفل مريض أو زيارة روتينية. مع هذه الجهود بالكافة الحمد لله لاحظنا ارتفاع في نسبة الوعي عندنا. في بعض الممارسات الخاطئة بدأت تختفي من عندنا من المجتمع والله الحمد، فمستمرين على هذا النهج إن شاء الله. هل يمكنك أن تذكر بعض من هذه الممارسات الخاطئة التي قد يقع فيها بعض الأهالي التعامل مع الأطفال دون سن الخامسة؟ طبعا من الممارسات اللي كانت منتشرة سابقا على سبيل المثال الوسم، هذا واحد من الممارسات المنتشرة سابقا الحمد لله بدأت تنخفض بشكل كبير. أيضا إعطاء بعض الأدوية اللي هي العشبية الغير مصرح بها ما يؤدي إلى مضاعفات للطفل. أيضا حتى في بعض الأحيان بعض المواد التي تحتوي على مواد على سبيل المثال مضرة مثل الكحل المالعين بدأ يختفي الحمد لله. هذا كإضافة على هذه الممارسات، أيضا سابقا كان عندنا نوع من التأخر في إحضار الطفل إلى المؤسسة الصحية، والحمد لله الحين أصبح نوع من الوعي عند الوالدين بشكل عام، فعندما الطفل يكون عنده أي نوع من الأعراض أو شيء مباشرة يتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية. جميل. طيب في ختام حديثنا دكتور، نصيحة تقدمها أيضا للأسر التي تستمع إلينا وتشاهدنا الآن في حال أنه ظهر بعض الأعراض على الأطفال، خاصة بعض الأمهات يعني لديها تجربة أولى في الرعاية للأطفال دون سن الخامسة. النصيحة اللي أوجهها إلى كافة الآباء والأمهات، إذا ظهرت أي أعراض مباشرة يتوجهوا إلى أقرب مؤسسة صحية لمعرفة التشخيص المناسب، أخذ الآلية العلاج وإعطاء المشورة أيضا، ما يعتمد على الأشياء السابقة أو تجاربهم السابقة. إذا كانت الأعراض بنفس المستوى أحيانا قد يكون التشخيص مختلف، فلهذا السبب نحثهم على في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية على الطفل بسرعة التوجه إلى أي مؤسسة صحية وسيتلقى العلاج اللازم إن شاء الله بإذن الله تعالى. شاكرين لك جهودك وحديثك معنا الدكتور خالد بن حميد الكلباني رئيس مستشفى ينقل، وبالتوفيق لك. شكرا جزيلا أخت جواهر، بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير. إذن مشاهدين الأحبة كانت هذه وقفتنا للحديث عن ورشة الرعاية المتكاملة للأطفال دون سن الخامسة، وأهم أيضا المحددات وأهم الطرق للتعامل مع بعض الحالات التي فعلا تستدعي التدخل الطبي، وذلك تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية للأطفال دون سن الخامسة، وبالتالي خفض نسبة الوفيات كما ذكرت سابقا أنها أيضا سياسة تنتهجها سلطنة عمان. شاكرين لكم متابعتكم الطيبة، وعودة إلى الزملاء في برنامج قهوة الصباح، مع السلامة. شكرا لك يا زميلة جواهر بنت حمد العبرية الحاضرة معنا من محافظة الظاهرة، والحديث عن الرعاية المتكاملة للطفولة، وهذه هي ورشة العمل. إذن مشاهدينا الأحبة نستمر معكم في قهوة الصباح، نروح الآن إلى فاصل وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.